متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. هذه تقريبا 21 سنة باش تم إحداث عملية إقليم مديونة من أجل تنفيذ يعني خلق واحد متنفس على مستوى مدينة الدار البيضاء ولحل المشاكل اللي تعرفها الجامعات تاع الإقليم هذا. أشنا هي القيمة المضافة بعد إحداث هذا الإقليم هذا؟ واش هذا الإقليم كان بالفعل يعني خلق واحد متنفس للدار البيضاء وللمناطق المحيطة مدينة الدار البيضاء؟ من أجل مناقشة هذه النقاط ونقاط أخرى نستضيف السي عبد الكبير سعود، عضو مجلس بلدية تتمليد وأيضا عضو مؤسسة التعاون بين جماعة البيضاء. السي عبد الكبير مرحبا بك. شكرا على الاستقبال ونفرح الإشارة. السي عبد الكبير، عملية إقليم مديونة تم الإحداث ديالها يعني تقريبا 21 سنة، 2003 غتبدأ تكمل 20 سنة، أشنو القيمة المضافة تاع إحداث هذه العمالة على مستوى جهة الدار البيضاء؟ إحداث إقليم مديونة لم يأتي من فراغ، وإنما جاء لأن كانت واحد المجموعة ديال الجماعات مقسمة بالنسبة للبلدية ديال تتمليل والجماعة القروية ديال سيدي حجاج وتحصار، كانت تابعة لعمالة البرنوسي. المجاطية ومديونة والهراويين كانوا تابعين لعمالة سيدي عثمان بن مسيك. جاء هذا التقسيم باش يجمع هاد خمسة الجماعات باش يكون واحد تنمية مستدامة، لأن ما يبقاش داك التفريقة وما جاو في واحد المحور اللي هو مجموعي، لان كاين لا روتيرناف وكاين 3 ميل 10. وتحدث هذا الاقليم باش تم تنميه هذه المناطق اللي هي كانت في الضواحي ديال عماله سيدي عثمان وعماله البرنوسي، وكانت شويه الاقصاء. ما اليوم الحمد لله اقليم مديونه قال كلمته في المشاريع التنمويه، وخير الدليل راه كلشي يبان على في الصوره. مثلا قبل ما نوصل للمشاريع تاع الاقليم مديونه، الملاحظ هو ان الاقليم مديونه بالاضافه الى الضواحي تاع الدار البيضاء ولات فضاء لاستقبال المشاكل الكبرى تاع مدينه الدار البيضاء. الى خضرنا نطرح تاع النفايات، هاي دابا المقبره ما تنقل من الغفران الى سيدي حجاج. يعني علاش بالضبط يعني المناطق استقبلت المشاكل الكبرى تاع مدينه الدار البيضاء؟ الحمد لله، علاش قلت لك انا قبيله بان اقليم مديونه لم يحدث من فراغ، وإقليم مديونة الحمد لله لأن الجميع كيعرفوا بأنه إقليم مدياف استقبل واحد المجموعة ديال المشاكل ديال الدار البيضاء اللي هي ما تناهز تقريبا واحد القرن ولا قرن وعشرين عام مثلا ديال المشاكل فيما يخص مثلا كاريان سونترال ولا السكان ديال لي بيدونفيل ديال جميع المقاطعات اللي كاينة في كازا. شي راه ماشي ساهل، ولكن الحمد لله راه على القدر المستطاع راه حنا كنفكوا المشاكل. اما هو دابا هو اقليم كما، ولكن هاد المشاكل اللي تلاحت الان دابا الاقليم مديونه زادت، يعني البعض يقول بان حدات المسيره التنمويه ديال هذا الاقليم هذا. لا ما نقولوش حدات المسيره التنمويه ديال الاقليم هذا، يعني زاد الخيل الخميره. لا ماشي زاد لي شارج بالنسبه للجماعات، لان كاين بعض الجماعات اللي عندها مداخيل محدوده بحال الهراويين بحال المجاطيه بحال مديونه بحال سيدي حجاج. الحمد لله راه ربما في 2010 في اكبر منطقه صناعيه اللي كتبلغ المساحه ديالها تقريبا 1300 قطار، لان هادو كلهم جاوا في حداث هذا الاقليم مديونه. ولكن اش غادي نقول؟ ما عندنا ما نقولوا الا مرحبا بنا، حنا كنا مغاربه ومرحبا بالسكان ديال الدار البيضاء. مرحبا بالسكان ديال الدار البيضاء، ولكن واش كاين فضاء استقبلت السكان؟ غير هو الملاحظ اللي كاين أن مجلس المدينة ولا جهة الدار البيضاء بالخصوص مجلس المدينة ما عطاش ولو أدنى مساعدة، باستثناء واحد المليار كيعطيه مجلس المدينة مقابل المطرح ديال المجاطي. ولكن هذا ماشي هذا هو الأساس، لأن هادو كانوا سكان تابعين لمجلس المدينة تحولوا لإقليم مدينة. على الأقل بعدا خصو واحد المنحة لهاد السكان باش تعاونوا هادوك الجماعات في حل المشاكل اليوميه، غير النظافه ليكليراج بيبليك واحد المجموعه ديال المشاكل. بصيتنا ثاني نقولوا الجهه لان كتعطات بعض الكاميوات بعض لي زومبيلونس، وكاين بعض داكشي ضائل لان ما غاديش ما عمره غادي يوصل المشاكل الحقيقيه اللي الملاحظ ان في الدول الاوروبيه مثلا الضواحي تتخلق باش تنفس المدن الكبرى، وتيكون عند الناس عندهم اراده وعندهم واحد الرغبه باش يسكنوا في هذه الضواحي، لان في هذه الضواحي تتوفر كل شروط الحياه الكريم. في الدار البيضاء ما كاينش هذا الامر هذا، يعني الضواحي حتى هي تتكون نسخه طبق الاصل او نسخه مشوهه لمدينه الدار البيضاء. انا نعطيك اكثر من هذا الشيء كامل، جميع لي لوتيسمون اللي داروا مثلا في البلديه ديال تتمليل ولا في الجامعات الاخرى، الناس اللي جاوا سكنوا ليها هما الناس اللي كيقلبوا على الكار.
الحمد لله كاين الكارما، مشاكل بسيطه وداكشي، ولكن المشكل اللي كاين ان ملي كنخلقوا واحد كنحولوا واحد السكان. انا نعطيك مثلا، انا مثلا ولد كاريان سونترال، جنا الناس من كاريان سونترال ورغم ما كتب عليهم في التاريخ وداكشي، وجينا حطيناهم في الهرويين، ولكن ما حطيناش معاهم واحد كما سبق قلت لك، ما كاينينش واحد المشاريع تنمويه مثلا اسواق نموذجيه، المستقبل تتساعد العيش اللي غتساعد كاع العيش اليوم، حتى الترونسبور ما كاينش، لانه عنده ارتباط بالحي المحمدي اكثر ما عنده ارتباط بجامعه الهراويين، باش يتنقل مثلا غير من الهراوي للحي المحمدي راه هي تتكون الخدمه ديالو الاصيله باقه في الدار، ولا اصبحت اليوم مكلفه حتى في الجيب ديال المواطن اللي مثلا مشى من كارين سونترال للهلاويه، راه ولا مكلفه، لان خصو تقريبا واحد ثلاثه ترونسبورات، خصو يشد لحي الفلاح ومن حي الفلاح مثلا للحي المحمدي، ولا من حي المحمدي مثلا من حي الفلاح مثلا التشارك عاد يمشي يهبط لحي المحمدي، وحتى الا بغى يجي غير مثلا العماله ديال اقليم مديون اللي هو ولا منتمي له، راه ثاني ترونسبور ديالو مكلف. الحمد لله اليوم كازا ترونسبور، حنا هنا راه اعضاء في مؤسسه التعاون ديال الدار البيضاء، خدات على العاتق ديالها راه زودت جميع الضواحي ديال الدار البيضاء بالترونسبور، هذا في البرنامج الاول 2022 2023، ونتمناو المزيد. ولكن هضرتي على مستوى الترونسبور، بالنسبه واش كاين شي خطوط تاع اللي تتربط الجماعات المحيطه بالمدينه؟ لا ما واحد السيد بغى يمشي مثلا من الهراوي للمديونه، من المديونه سيدي حجاج، واش كاين هذا؟ لا ما كاينش خطوط رابطه بين الجماعات ديال الاقليم مديونه، وانما خفات هاد الخطوط، خفات العود مثلا غادي نشد ترونسبور من الهراويين لحي الفلاح ومن حي الفلاح للتشارك، والتشارك داكشي كنشد مثلا كاين ترونسبور اللي كيجيني مثلا هودني للحي، ومن الحي كنشد الطاكسي وكنمشي، يعني كاين، ولكن هذا المشكل ديال الترونسبور حنا حاطينه اليوم في المشكل، لان خاصنا ربط الجماعات ديال الاقليم ديونا باش تخلق حتى واحد الديناميه وتحقق داكشي، ولكن الترونسبور سهل الاموريه. الترونسبور اصبح اليوم وسيله من وسائل تنميه المناطق، الا ما عندكش ترونسبور، انا عندي مثلا عندي مناطق صناعيه مثلا تتملي تتوفر على منطقه صناعيه، وغادي نزيدوا الشطر الثاني وغادي نزيدوا الشطر الثالث، وعندنا منطقه صناعيه في سيدي حجاج اللي فيها تقريبا 1300 طار، ناهيك عن المناطق الصناعيه الاخرى اللي هي ذاك، ولكن ملي كتجي الترونسبور اللي غادي يهز بنادم مثلا من الهراويين غادي يدي المنطقه الصناعيه ما كاينش. مع العلم احداث منطقه صناعيه راه خصك تواكب بالمرافق باش الناس يقدروا يعيشوا في هذيك المناطق الصناعيه، ما ديروش مناطق صناعيه معزوله. لا كاين مناطق صناعيه الحمد لله دابا راه ولات غادي في ليكيب، في ليكيبمون ديالها بالنسبه للربط ديالها بالنسبه لذاك الشيء، راه غادي الامور احسن. داخل مؤسسه التعاون بين الجماعات وانت عضو في هذه المؤسسه، واش طرحوا هذه المشاكل تاع الضواحي تاع مدينه الدار البيضاء؟ بالنسبه للمشاكل ديال الضواحي ديال الدار البيضاء كاعضاء ديال الممتنين جماعات ديال الدار البيضاء اللي كيبلغ العدد ديالها تقريبا 18 زائد الرؤساء هي واحد 36، راه قوه اقتراحيه وقوه فاعله وفعال. لاول مره كيتخلق واحد التحالف بين اعضاء ديال الجماعات ديال الضواحي ديال الدار البيضاء، وفرضنا واحد الفكره الحمد لله كاين تجاوب بيننا حنا وبين الناس ديال مجلس مدينه الدار البيضاء، ان لا تنميه للدار البيضاء باستثناء باستثناء مثلا الضواحي ديال الدار البيضاء، لابد من تنميه الضواحي ديال الدار البيضاء باش تنمى مدينه الدار البيضاء، لان اصبحنا اليوم جزء لا نتجزا من الدار البيضاء، لان كنستقبلوا المشاكل، ولابد من مجلس المدينه اليوم يفكر في الضواحي ديال الدار البيضاء. ما تشوفوش كاين واحد الهيمنه تاع المشاكل تاع الدار البيضاء الكبرى داخل المؤسسه تاع التعاون بين الجماعه، خاصه ان يعني العمده تاع الدار البيضاء هي رئيسه مؤسسه التعاون، بالاضافه الى رئيس مجلس عمل الدار البيضاء او النائب ديال او الكاتب. ما نقولوش رئيسه مجلس مدينة الدار البيضاء هي رئيسة مؤسسة التعاون، هذا قانون مسطر ما غاديش نناقشوه، وإنما هو المشكل اللي كاين، أنت هي مشكورة كدير مجهودات جبارة باش تفك المشاكل، الستاف اللي معاها حتى هو الحمد لله، لأن ما يمكن حيت هي دابا ما كايناش غير بوحدها، هي راه رئيسة ولكن راها معاها تقريبا واحد 18 ولا 36 نائب.
راه رؤساء الجماعات اوتوماتيكمون راهما نواب ديالها، غير على حسب عدد المقاعد وعلى حسب عدد السكان. كنت ربما احنا بلديه ديال 3 مليون وقال النائب 10 ولا النائب 11. ثم في 3 مليون هذه 6 اشهر ولا 9 اشهر الان على الانتخابات الجماعيه، اشنو الحوايج اللي دارت في 3 مليون؟ ولابد 3 مليون اليوم كتعرف واحد الحركيه كبيره، واحد الاقلاع خلى واحد ما غاديش لا يستهان به على مستوى المشاكل اليوميه ديال البلديه ديال 3 مليون. راه الحمد لله علاش ركزتوا دابا ركزنا على مستوى النظافه، على مستوى لي سباس فير، على مستوى الشباب، على مستوى الطفل، على مستوى المراه، على مستوى المشاكل الاجتماعيه اللي كاينه في البلديه ديال 3 مليون. وخير دليل الى جينا شنا دابا نصفحوا مثلا غير الاتفاقيات اللي هي برمتها البلديه ديال 3 مليون مع مجموعه الجماعات المجاوره والمجلس الاقليمي، راه اتفاقيات لا يستهان بها، راه ربما كاينه واحد 15 اتفاقيه ولا تصفحنا رغم القوى كلها غاده صابه بالنسبه للشباب والمراه. ولكن الاتفاقيات غتنزل للواقع ولا تبقى اتفاقيات موقعه في الأوراق؟ لا اتفاقيات نزلت للواقع، لان ملي كتجي كتشوف مثلا احداث مؤسسه التعاون بين الجماعات البارلين اول مره كنصرفوا لها 100 مليون درهم ديالها، كتشوف مثلا ديال الترويض الطبي هذه بالمجان، وهذا كيرجع لفضل السيد العامل، لان هذه الاتفاقيات كلها المسؤول عليها هو السيد العامل، والحمد لله الامور غاده مزيانه. في مستوى النظافه بالنسبه للمنظر اللي فات كان واحد شويه تدهور، اما اليوم الحمد لله لان كاين شملات النظافه، شملات واحد 11 سيكتور اللي ما كانش كيدخل ليها الكاميو ديال النظافه، 11 سيكتور بما فيها جوهره، بها دور الحاج موسى، بما فيها وباقا قدرت الجامعه تاع 3 مليون تدبر هذا المشكل تاع النظافه. لا الحمد لله علما دابا جميع الدول تقريبا تشتت بالمفروض. ونزيدك اكثر من هذا الشيء كامل، 11 سيكتور زاد النظافه بنفس اللوجيستيك، بنفس الدوتاسيون ديال المازوت، بنفس يد العامله، والحمد لله باقي الامر متغلب عليه، لان المشكل ماشي في المشكل في القدره والمسؤوليه اللي كيحس بها النائب المفوض له في القطاع، وهذه المسؤوليه اللي قلت لك كما ديك نهار قلت لك راه بان رجعنا وعطينا حنا الشباب، يعني اليوم راه كاين شباب اللي هو كمحمل المسؤوليه وباغي يبين حنا تيدو. وخير دليل على النائب المفوض في قطاع النظافه ولي سباس فير، الا قلت لك راه كيجي قبل من الموظف تقول لي لا، كنقول لك انا ونأكدها لك اليوم 8 لاروب 7:30 كتلقاه في السيكتور واقف على شغله بيدو، والحمد لله النظافه غاده في واحد المستوى راقي. لي سباس فير الا رجعتي دابا مشيتي ل 3 مليون راه خلى واحد كاين ثاني واحد التهيئ ديال واحد لي سباس فير كاملين وبزيرو درهم. كيفاش بزيرو درهم؟ من الوسائل الذاتيه ديال الجامعه ديالنا بالعمال ديالنا ومن هذا المنبر كنوجه. شحال الميزانيه ديال الجامعه تاع 3 مليون؟ الميزانيه ديال الجامعه دابا مثلا في شهر جوج برمجنا تقريبا واحد 5 مليار وشي 600 تم برمجة ديال واحد 2 مليار اللي برمجتها الجامعة مثلا في ديال ديفاندي، لأن غادي يكون واحد المنتجع سياسي واللي قلت لك سياحي لأنه الفضل ديالو كيرجع ليه السيد العامل لأنه وقف عليه وخرجوا للوجود، يعني 2 مليار و 250 مليون هذا العام في بناء واحد مكتبه وسائطيه في الليمون، لان هذا الليمون هو مشروع دروكازمو ثاني ديال السكان ديال الحي محمد ديال البرنوسي وواحد المجموعه ديال ذاك الثاني. يعني كاين الحمد لله الميزانيه ديال 3 مليون الحمد لله، والفضل راه ماشي هاد 5 المليار هي جات مثلا مداخل سنويه، لا الفضل راه كيرجع للمجالس السابقه، لان واحد لاكاس ديال امال جوج اللي كيرجع للمجالس ديال 92 و97 و2003 و2009 و2015 اللي خلى لنا واحد الفائض هو ديال عمليه امال جوج واحد 4 المليار. هذيك 4 المليار احنا برمجناها قلت لك مشات كلها للشباب الطفل والمراه، وخير دليل بان في الاتفاقيه الاخرى اللي صوتنا عليها دابا خصصنا بقعه في امال جوج فيها 3192 متر خاصة لمنصة الشباب، وواحد المجموعة ديال المرافق اللي خاصة بالشباب
وإقليم مديونة ككل باش يصبح واحد إقليم هو متكامل في جميع المصالح الخارجية فيها. سي سعود شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة فاسبريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج فاسا سيتي.